هذا أنا نبي نعرف وأنا وياكم ميجو. طبعا رح نسألك أول سؤال، لو قلت لك وصف لي سراج الدين بسنانة مش إم سي ميجو. كان وصف لك سراج يقولوا هذا مغرور وانت تقولي مغرور، مبكر تقولي لي مغرور ومش عارف خير. تفرق، أنا ما قلتش إم سي ميجو الرابر، قلت سراج الدين بسنانة الإنسان مش الفنان. بالعكس راهو سراج انسان طيب هلبه فوق ما انت تتصوري، انا راهو عفوي هلبه، راهو ندير في حاجاتك غلط وما صح مرات غلط، لكن استفزاز لاكثر لاقل. قصدي قداش منا البنادم لما يستفزوه فهمتي، اكيد بيضطر انه هو يطلع مره مره على طاره، لكن سراج راهو ماهوش زي ما في عقليه هلبه ناس راسماتها. كل شخص راهو راسمه في عقليته بشخصيه خاصه، كيف ما يسمع في موسيقى هو هو شخص ثاني ما تعرفوش غير البيئه المحيطه به، اصحابه ناس اما ليه مرته ولده كذا بس، ومش زي ما هم رسمين في خيالهم فهمتي كيف. ممكن كلهم يرى الناس بعين طبعه. واضح كل واحد يشوف فيك بعين طبعه. ممكن هي هيك صحيح. باهي سراج، انت من الناس اللي عندك صداقات هلبه وتواصل ديما في اصحابك، ولا انسان منطوي ما تحبش الا المحيط العائلي بتاعك؟ انا اجتماعي راهو صح، هي فتره طياشي بين صغري وبين كبري هذيك، يعني ما كنتش اجتماعي، كنت على برا اكثر شيء اصحاب فهمتي كيف. لكن تو خاصه بعد ما نزلت على وكذا الحمد لله ما انا اجتماعي ونهدرز ونحب الناس ونحب اللمه ونحب الصوت ونحب الدوشه، نستانس بدات بالحاجه ما عادش نحب مثلا بروحي وكيف فهمتي كيف. سراج يقولوا الاصحاب في الوسع واجد وفي الضيق تلقى منهم واحد يعني تشيل النقطه. سراج في حد خذلك من اصحابك كان مقرب ليك وخذلك في وقت ضيق وشن تقول له؟ نقول له اعتب مش عليك، علي انا اللي صاحبتك، ان في هالبناس خذلوني، في هالبناس قصدي باعوا فهمتي كيف، وانا ما عمري شديت ضهري بحد، خاطر من يوم ما بعدي روحي ما عنديش خوت مربي روحي بروحي و مش شاد ضهري بحد فهمتي كيف. حتى نشبح في ناس يقول لك انا وليلة اخويا شاد ضهري بي، ونشبح انا وليلة عمي شاد ضهري بي، واحد انا خالي شاد ضهري، انا مش شاد ضهري بحد. فلي دار نقطة معايا حسبت له وقعدت في وجهها فهمتي كيف، ولليوم يعرف روحها اي شخص اعرف روحها كويس. وفي ناس بالعكس ولا تحطها على الجرح تبرى اصحابي من زمان ولتوه ما فيش كيف، حتى تصير اشكالية بيني وبينهم، لكن صاحبي ما نقدرش عليه، انا بروحي ندوره وهو يدورني حتى لو صارت اشكالية بيناتنا فهمتي. كل انسان راهو في الحياه عنده النوعيه هذه وعنده النوعيه هذه في حياته. صحيح. لكن انا النوعيه اللي تنمرت وغلطت اكثر من اللازم. النوعيه الكويسه. ربي يحفظك ان شاء الله ويبعد عليك كل شر.